احنا عائلتك اختي، الله يسهل عليك، ما تخافش تكذبوا عليا وتوهموني وتقولوا لي احنا عائلتك. انا العائله ماشي غير بالفم، العائله هي اللي خصها تصرف عليك، تدبر عليك، تدور معاك، تعرف واش مزيانه واش مريضه، تمشي معاك للطبيب فاش تكوني في لوبيتال. انا عندي العائله تعيطوا ليا فاش كنكون فشي سهره ولا فشي حفله ولا كنكون هي عليهم مسكه عليا سيدي ربي ورازقني من حيث لا احساس به، عاد كيسولوا فيا وانا بحال هذا النوع هذا ما عندي ما ندير به، فهمتوا؟ انا دوما انا دو النوع ديال عائلتي، نتوما عائلتكم كي دايرين الله يخليهم ليكم اختي. النوع ديال عائلتي بحال هكا، يسالون عني عندما تكون البنقة تتشتت من فوقي، عندما اكون فقيره حقيره وليس لدي كي اكمل الشهر اتصل بهم والقاهم بلوكونني. ما فهمتش علاش بلوكوني والنار كيمسك عليا سيدي ربي ويشوفوني ممخمخه وتوصل لهم خباري كيبداو يعيطوا يسولوا فيا. وشوف على الزهر والله ما كذبت، انا اول مره كنت اتفق معاه في هذه الهضره اللي دابا اول مره والله العظيم ناري ما يمكنش حط حقت زيد شكون؟ أويلي شكون شي طق؟ شكون؟ عليكم السلام. عائشة السرادي؟ تفضلي معايا لهنا. علاش؟ تالت مرة تعرف حيدي داك اللايف، حيدي داك اللايف، تالت مرة، يلاه. دابا هاد هويام شفت راسها طاح لها التفاعل. قلت ارا ندير شي لعيبه بحال هكا باش نعاود نرجع التفاعل اللي كان عندي في الاول. درت هاد القضيه ديال البوليس، جاو داوني البوليس كذا كذا، وراه هادشي راه غير برانك، راه ما منه والو، من هادشي ما داو لا بوليس لا تيسكري، هاي كتصرات على عباد الله وصافي، كدوخ المغاربه زعما باش تعاوتاني دير البوليس وتعاود تطلع عاوتاني، شي كله من اجل البوليس صافي. هادشي اللي كاين مواهب تيك توك. وانا ما نشوف هذا الشيء بوحدي، خاصكم انتم تشوفوا معايا. وسكينه وكان بغي يكون مدرب وكان حماق عليك جو تيم تيكيرو اي لاف يو. ندمتي هاد سكينه علاش عرفها ديك كاع؟ طاقيو لي سكينه، طاقيو لي سكينه. وي خويا وي خويا وي خويا وي خويا وي السلام عليكم. تبارك الله على السي كريم. السلام عليكم ألالا. تبارك الله عليك مدام. هذا هو بوكا دوسي اللي بغيتي كاين هنا، الطورتيه كلشي كاين، يعني اللي حبات خاطرك جيت تلقاها في العرس. والله هذا هو العرس ولا بالك. حتى الكلاص حتى هو شوف، راه ماشي عرس، راه جامع فلان، جامع فلان وما فيهش هذا الشيء. واعر يا خويا هذا العرس، الله يتا واعر بالله. شوف
حلاوي. والله الى اخر ما كاين في العراسات. شوف هذا ماشي عرس، راه جمال فلان، راه جمال فلان، وين فيش هذا الشيء؟ ولكن شوف شتي الا ما كانش الدجاج محمر مع سيدي ولا اللحم ولا البسطيله ولا سميتها المحنشه في العرس، راه ما كاين والو. حيد هذا الشيء، غير الزواق هذا الشيء ما قدم والو هذا الشيء. اللهم لا تسلم معنا ولا تشتت. لا لا صافي اللهم لا تشتت. شفت شفت كثرت عليه بزاف اخويا. واه شفت شفت اللهم راك تشوف من الدراهم نزين العروسه نزين لها مريم. اللبسه ديال الفراعنه شنو دابا على الدره؟ ما بقاش كتبغي ليها لبسه الدره؟ ما بقاش كتبغي ليها على الدره لبسه الدره. لبسه الدره، لبسه الدره، لبسه الدره. يا راه تغوت عليا، راه تغوت عليا صاحبي. اش كتجي ليا بعدا هادي؟ اش كتجي؟ اش كتصاحبت؟ شنو دابا على الدره؟ ما بقاش كتبغي ليها. هادشي انا كيعطيها يا خويا. ما بقاش كتبغي ليها على الدره. لبسه الدره، لبسه الدره، لبسه الدره، لبسه الدره. يا راه تغوت عليا، ما تغوت عليا صاحبي. وحق الله العظيم وتشدوا هذه تطويع ضربة بالله. هذا هي شي مسلسل جديد عاوتاني تيبان ليا بغا يبدا عاوتاني مع هاد الشكاوى وتخيتيت. جوجوني بالمعلم قد نعيش معاه في الخير، هو عمر طباشير كيصحح الدفاتير. جوجوني بقوة ما نجي قلت معاه الفاجي، مسخت عطيها الجرة ديما ما يتبرى. جوجوني باش يفور قلتي الثلابية، هو فطر كان يطور انا طاب ورجليا. جوجوني بالكثار قلت فيه ما يدار، لحم يدخلوا للدار معشني عبد قليا. جوجوني بملحان وتكلت خيرو فيديا، هو عريالي موت قدني بالشعرية. جوجوني بالخياط ندير جلابية، الحليات وباللي شادة ليا عتقتية. وارد خينا هذا اللي تبارك بالله. حصلت حصلت ديال الكلاب. خوتي معاك غادي تدخلها. هذا ديال تريس صغار دخلها هي لي. اوف كاية من وحلتي هذا. وشوف يتبارك الله قداش وكيك دخل على هذيك اللعيبه تما وحلات في هذا باش كيبغي يجبدها. شفتوا الفرق صدماتني. بارك الله صدماتني نتا خويا. انا شو كي كان شو كي ولات عطاو الطابلو فيه الطبور هذا ديال المغرب. ناري اش لقى في البحر اخوان؟ اقسم بالله لا تبحي راه يا سلام لقى لي كوش. شي وحده واقله بدلات لي كوش لولدها ما لقيت فين تلحو، هي تلحو في وسط البحر. يا سلام يا سلام لا تبحي راني. المهم الخط وصلنا لخط الفيديو، كنتمنى يكون الاعجاب ديالكم لعجبكم. ديروا لايك بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، شاركوا في القناه، تفعلوا معكم الجرس، خليوا لي تعليق زوين ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر. السلام عليكم.